خلونا نستعرض مع بعض أهمية التكامل التجاري والصناعي مع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق واللي معانا على الهاتف. أهلا بيك سيادة السفير، أهلا بيك في 90 دقيقة. أهلا بيك يا فندم. خليني يعني أول حاجة عايزة أعرف أو أسأل سيادتك عن يعني دلالات تسلم مصر رئاسة الكوميسا ايه، وخصوصا الدلالات الدبلوماسيه او السياسيه على صعيد التعاون بين مصر والدول الافريقيه. الحقيقه يعني رئاسه مصر للكوماسا في هذا التوقيت شديد الاهميه اللي بتتعرض فيه الاقتصاديات الافريقيه لضغوط، سواء بسبب جائحه كورونا او بالتداعيات الاقتصاديه المترتبه عليها، بتجعل من مصر فعلا امام مسؤوليه شديده الاهميه. مصر دائما تتحدث عن عودتها الفاعله للساحه الافريقيه، واذا كانت الرئاسه المصريه للاتحاد الافريقي عام 2019 قد اضافت الكثير وعلى راسها التوصل للانتهاء من اتفاقيه التجاره الحره التفضيليه الافريقيه، فان الاوان ان نضع هذه الاتفاقيه وقضايا التكامل الاقتصادي موضع التنفيذ. السيد الرئيس حدد اليوم ملامح هامه جدا للرؤية المصرية لرئاسة الكوميسا في الفترة اللي هتستغرق 3 سنوات من 21. الملامح دي بقى عايزين سيادتك تشرحها لنا. تمام يا فندم، احنا بدأنا السيد الرئيس حدد 6 ملامح رئيسية. الملمح او القاعدة الاولى لعملنا المشترك هتكون بالنسبة زي ما حضرتك ذكرتي للتكامل التجاري الاقليمي وإزالة العوائق الجمركية. الجمركية طبعا التجارة البينية مبنية على إعفاءات جمركية مصر التزمت بها وبتدعو باقي دول الكوماسا إلى الالتزام بها أيضا، ودي خطوة مهمة لزيادة حجم التجارة بالتأكيد. وبالتالي لإزالة هذه العقبات اقترح السيد الرئيس في البند الأول وهو التكامل التجاري الإقليمي أن تنشأ آلية لمراجعة السياسات التجارية لكل دولة للمؤامة فيما بينها وصولا لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا، اللي هي بكل تأكيد هتصب في خانة منطقة التجارة التجارية الحرة على مستوى القاري. حضرتك عارفة ان القارة الافريقية مقسمة لثمانية تكتلات اقتصادية اقليمية بيسموها Regional Economic Communities. عندنا الكوميسا، عندنا في شرق القارة شرق افريقيا والإيجاد، وعندنا في جنوب القارة السادك، وعندنا في غرب القارة الإيكاواس، وعندنا المغرب العربي والسين صاد، طبعا الساحل والصحراء. طبعا التكامل بين الثمان تكتلات اقتصادية جماعات اقتصادية افريقية هيؤدي لتحقيق حلم منطقة التجارة الحرة الافريقية وحلم افريقيا الواحدة اللي دعا اليه جمال عبد الناصر، حلم بقاله عشرات السنين. عشرات السنين يا فندم بالفعل، وبالتالي ان اوان تنفيذه على ارض الواقع. يبقى السيد الرئيس حدد المحور الاول في التكامل التجاري الاقليمي. المحور الثاني، ما هو ما فيش تجارة بدون انتاج صناعي، طب انا هتاجر في ايه؟ لابد ان انا يكون عندي تكامل صناعي، خصوصا ان حدث خلال العامين الماضيين تفتيت لسلاسل القيمه. عشان احنا المعنى يكون بسيط، سلاسل القيمه هي تكامل عده منتجات لانتاج منتج موحد، بمعنى اذا كان في سياره بتنتج في المغرب يمكن ان هي تحصل على مكوناتها واجزائها من باقي الدول المجاوره، دي سلسله قيمه. حصل بسبب جائحة كورونا أن تفتتت سلاسل القيمة على المستوى الدولي مش المستوى الإفريقي، فأن الأوان أن احنا ندرس. وسيادة الرئيس اتكلم النهاردة على تأثير جائحة كورونا على اقتصاديات أفريقيا. بكل تأكيد حضرتك، ده التحدي الأهم فعلا اللي احنا بنمر به. يبقى التكمل الصناعي أساس لتعزيز العلاقات التجارية، وأفريقيا زي ما حضرتك عارفة بها موارد عديدة، فلابد أن احنا نتعرف على القدرات المتاحة لتحقيق التكامل الصناعي. وبعد كده التكامل في ملف السيد الرئيس بيتحدث فيه بانتظام وبشكل واضح، وهو التكامل في قطاع البنية التحتية. في البنية التحتية في رؤية سيادة الرئيس ليست فقط الطرق وعلى أهميتها، ولكنها أيضا مرتبطة بعمليات النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كل دي بنى تحتية. ومصر صاحبة خبرة دلوقتي في هذا الملف، ولديها أيضا مبادرات مهمة جدا في هذا الملف اتجاه القارة الإفريقية. وطرح السيد الرئيس مشروعين
تحديدا مشروع كيب كايرو من القاهرة إلى كيب تاون، وده مشروع بيشمل تقريبا كل دول الكوماسة. تخيلي حضرتك طريق واحد وربط كهربائي واتصال ما بين هذه العواصم يصلك لكل ربوع القارة جنوبا في 4 أيام بدل الأشهر التي نقضيها حاليا، ما يساعد على نقل السلع والبضائع. دي في حضرتك كمان مشروع هام جدا للنقل النهري، وهو ربط بحيرة فيكتوريا. تعرف مشكلة كل دول حوض النيل أن معظمها دول حبيسة داخلية وليست لديها روابط للنقل. فالسيد الرئيس بيطرح فكرة ربط بحيرة فيكتوريا في وسط القارة شمالا حتى المتوسط، ومعنى ذلك أن يتحول نهر النيل إلى رافد من روافد التجارة والتواصل بين الأشقاء في شرق القارة وجنوبها. الحقيقة البعد الرابع اللي أكد عليه السيد الرئيس هو تشجيع حركة الاستثمار. حقيقة أفريقيا يعني زاخرة بإمكانياتها ومواردها، وبالتالي حتى يزداد الاستثمار فيها لابد دعم كل البلدان الإفريقية أعضاء الكوماسا إلى تحديد قائمة بالمشروعات المتاحة. فالمعلوماتية زي ما حضرتك عارفة المتاحة عن مشروعات الاستثمار في القارة محدودة للغاية، وبالتالي إذا ما تم وضع هذه القائمة للمشروعات تزداد عملية الاستثمار نتيجة عرض الفرص بشكل واضح وصريح. النقطة عشان الصورة تكون واضحة قدام المستثمرين، يعني بكل تأكيد النقطة اللي حضرتك أشرت إليها وهي التكامل في القطاع الصحي. طبعا كلنا عارفين ان احنا بنتعرض جميعا لتداعيات الجائحة سواء الاقتصادية او الصحية او الاجتماعية، وبالتالي اصبح هذا الجانب من التعاون الصحي امر هام جدا. ولكن كي يحقق اهدافه من حيث نفاذ الادوية والامصال والمستلزمات الطبية لابد كما دعا السيد الرئيس لتوحيد السياسات الصحية في البلدان الإفريقية حتى يسهل نفاذ السلع والمنتجات الطبية والأمصال، بالإضافة طبعا لدعوته للتوعية من أجل التطعيم حماية لأبناء القارة. البعد الأخير اللي تحدث عنه السيد الرئيس هو دور مجتمع الأعمال على الصعيد القاري. فمجتمع الأعمال هو رافد، أو قطاع الخاص وقطاع الأعمال هو الرافد الحقيقي للتنمية، وبالتالي لابد من تحقيق التكامل فيما بينهم وتعزيز قدرتهم على التواصل، خاصة المرأة والشباب ورجال الأعمال في البلدان الإفريقية. وكما أكد الرئيس في الختام يعني مداخلته اللي رسم فيها بالفعل استراتيجية التحرك المصري ومبادراتها الهامة الواعية في إطار من الجوانب الست. يعني سيادة السفير، يعني احنا هنشوف خطوات على ارض الواقع خلال رئاسة مصر لكوميسا؟ انا اظن دي مسؤولية وواجب. واذا كنا دائما نتحدث عن عودة مصر الفاعلة فانت امامك الان آلية في غاية الاهمية ورؤية واضحة وثاقبة وطبقت في الداخل. يعني لو حضرتك خدتي التكامل التجاري والصناعي وقطاع البنية التحتية وحركة الاستثمار والالتزام في القطاع الصحي والنشاط في مجتمع الأعمال، تجدي أن مصر طبقت هذه الجوانب على الصعيد الوطني. أدارت برنامج إصلاح اقتصادي صعب ولكنه ناجح، أدارت علاقة بين قطاعات الدولة وحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بشكل كفء، أدارت أيضا منظومة للبنى التحتية. يعني عقد هذا المشهد الرائع في العاصمة الإدارية الجديدة هو أمر نباهي به العالم، ونستطيع أن نقدم للأشقاء خبرات شركتنا. يعني شركتنا اللي بتبني سدود في تنزانيا النهاردة شركات مصرية بتدير إقامة القطار السريع وبتقيم 7000 كيلومتر من الطرق، تستطيع أن تقدم لقاراتها الأفريقية الكثير. وأنا أملي ويمكن من خلال حضرتك أن ينشأ صندوق لتمويل نشاط الشركات المصرية في أفريقيا. يعني مثلا الصين بتقدم لشركاتها نحو 15 مليار دولار، الهند بتقدم 5 مليار من خلال بنك التصدير والاستيراد الهندي، كذلك يعني تركيا كوريا الجنوبية، كل هؤلاء يرصدون قيمة نقدية هامة 2-3 مليار. طب معلش سيادة السفير، يعني سيادتك كلمت عن العاصمة الإدارية الجديدة، فإيه اللي شايف له دلالة لانعقاد المؤتمر النهاردة
في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، دلالته إيه؟ أولا أن مصر وهي دولة تتطلع للمستقبل تعيد بناء صورتها الذهنية، تعيد بناء بنيتها التحتية، تعيد تقديم نفسها للعالم وليس لإفريقيا بوصفها الدولة القادرة على تغيير الواقع المأزوم إلى واقع أكثر إشراقا. يعني الأمل لدى أبنائنا في القارة يمكن أن يروا في مصر، في بنيتها التحتية، في مساعيها من أجل الأمن والاستقرار، في تجنبها الصراعات رغم التحرشات الإقليمية من دول مثل تركيا وغيرها. تستطيع أفريقيا أن تتغلب على أزمتها الاقتصادية بسواعد أبنائها. يعني الشركات المصرية اللي قلت لحضرتك بتشتغل في تنزانيا في سد روفيزي ب 3.5 مليار دولار، الشركات المصرية اللي بتنفذ القطار السريع بتعاون مع شركاء مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا في مفاعل الضبعة اللي احتفينا بيوم أول أمس بهذه الصروح الجديدة. أنا أعتقد أن احنا ممكن أن نقدم لإفريقيا خبرتنا، زي ما قلت لحضرتك دي مسؤولية، يعني لا يمكن أن نضيع 3 سنوات من العمل الإفريقي المشترك دون أن نتكاتف من أجل إنجاح إفريقيا. مواجهة الإرهاب حضرتك، مواجهة الهجرة غير الشرعية لن تتأتى إلا بتوطين الاستثمارات على أرض القارة حتى لا يبحث أبنائها عن المخرج في بلدان أخرى ويعرضون أنفسهم للجماعات الإرهابية بفكرها المتطرف. وعايزة أذكر حاجة برضو، نقطة مهمة سيادة السفير، أنه مصر كان لها دور كبير في إنهاء النزاعات الإفريقية برضو. طبعا خلال عام الرئاسة المصرية مبادرة إسكات البناطق هي مستمرة حتى الآن، ولكن ساهمت مصر في دعم الجهود السياسية في العديد من مناطق النزاع في القارة، ساهمت مع الأشقاء في جنوب السودان وفي السودان نفسه، وساهمت أيضا مع الأشقاء في إفريقيا الوسطى. ومصر الدولة الإفريقية الرائدة في تعزيز قدرات قوات حفظ السلام الإفريقية سواء كانت في مالي أو في إفريقيا الوسطى أو في جنوب السودان، مصر تقف مع أشقائها لتسوية النزاعات. الآن ندرك تماما أن الهدوء الإقليمي والاستقرار في القارة الإفريقية هو الأساس لتحقيق كل هذه الأفاق التجارية والاقتصادية والصحية والاستثمارية ورجال الأعمال وغيرها من المجالات. لن يتأتى لك فيها أي نجاح إذا لم يتحقق زي ما حضرتك تفضلتي الاستقرار السياسي، وده اللي مصر بتبذله وستظل تعمل من أجله. وأعتقد أن الطريق ممهد لريادة مصرية قائدة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي بالتبع. ودايما مصر في قلب إفريقيا. وبشكرك جدا سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على مشاركتك معنا في 90 دقيقة.